السلام عليكم، نستعرضكم في هذا الفيديو إن شاء الله. الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان للفريق الدادجي في إياب الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024-2025. نذكر بنتيجات مباراة الذهاب بين الفريقين، فقد انتهت لصالح الفريق المغربي نهضة بركان بإصابتين لصفر. موعد مباراة نهضة بركان ضد الدادجي، المباراة تلعب مساء الجمعة 20 شتنبر 2024، وتنطلق المباراة على الساعة 8 بتوقيت مغرب تونس الجزائر، 10 بتوقيت مصر والسعودية. الملعب البلدي بركان سيحتضن المباراة، ومن المنتظر إن شاء الله نقل مباراة نهضة بركان ضد الدادجي على قناة الريادية المغربية تي إن تي. لا تنسى دعم نابلك للفيديو والاشتراك في القناة.